بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. في ثلاث نصايح للناس اللي هي راغبة في السفر أي دولة في العالم. أول حاجة حدد هدفك من السفر، ليه أنت عايز تسافر، تمام؟ تاني حاجة شوف إمكانياتك المالية، هل تسمح بذلك ولا لا، قدراتك المالية إيه. تالت حاجة وهي الأهم أو حاجة يعني من ضمن الحاجات المهمة من الحاجات اللي احنا قلناهم، الحاجة التالتة إن أنت تختار الجهة القانونية الشرعية المنوطة بمساعدتك على السفر. بمعنى إيه مساعدتك على السفر؟ يعني تشوف أنت هتسافر بأي غرض من الأغراض السفر، وتشوف الناس دي هتقدر تساعدك بإيه، أو المكاتب هتقدر تساعدك بإيه، أو التمثيل القنصلي هيقدر يساعدك بإيه. فاهم؟ بس.